حسابكم الله. تقول في سؤال آخر: هل يجوز للنساء أن يصلين بعد الأذان مباشرة أم يجب أن ينتظرن الإقامة؟ إذا دخل الوقت فإنه يجوز للمرأة أن تصلي ولا تنتظر الإقامة، لأنها ليست من أهل صلاة الجماعة، فإذا تحققت من دخول الوقت فإنها تصلي ولو لم يصلي الرجال، لأنها غير مربوطة بصلاة الجماعة، إنما هي مربوطة بدخول الوقت. نعم.